ما دمت قد تحدثت عن إحراج حكومة السودان وتأثر العراق والملف العراقي الأمني والاقتصادي والسياسي بهذا التطور الخطير، هل سيكون رد الفصائل العراقية التي دائما ما ترسل بخطابات التهديد لإسرائيل ولأمريكا، هل سيكون الرد مشابها للردود التي سبقتها أم سيكون هناك تطور جديد ومختلف عن السابق؟ يعني هذا ينبغي على الفصائل التي تتحدث بالمقاومة وتمتلك السلاح المتطور أن تستخدمه. ماذا تنتظر؟ لأن إسرائيل بدأت وقتلت جنودا منتسبين في الحشد الشعبي في جرف الصخر، هؤلاء ما ذنبهم؟ أليس يفترض أخذ ثأرهم من الذي قتلهم؟ الأمر الآخر ينبغي أن يكون، أما أن نتحدث قبل قليل، أما أن يكون تفاوض مباشر مع الجانب الأمريكي وتكون هناك رسالة وحوارا واضحا بين الطرفين وبين الفريقين، وأما أن تستخدم المقاومة. أنا أقول الرد باستخدام السلاح لا يصب في مصلحتنا، لأننا وأنا أقول دائما العراق أقل وأدنى مشكلة تحدث يتضرر الكثير الكثير، وبالتالي سنكون موازيا أو مساويا بما يحصل لإيران وسوريا ولبنان، لأن عملاتهم لا تقابل شيء أمام العملات الأجنبية، وهذا لا سامح الله يكون الدولار كل 200 ألف دينار مقابل 100 دولار، وسيتضرر جميع العراقيين خصوصا العراقيين الذين يعيشون على القوت اليومي أو على الراتب الشهري. نذهب إلى الداخل الفلسطيني وفي غزة، هل سيؤثر اغتيال هنية على إرادة الشعب الفلسطيني؟ المقاومة الفلسطينية هل ستتراجع أم سيكون هناك تغييرا ملحوظا بشكل ما؟ ما هي السيناريوهات القادمة من الداخل الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية يعني بشكل خاص؟ لا، يعني في الأيام الماضية كان هناك تفاهم وانسجام واجتماع بين فتح وبين حماس. يعني فتح الذي يمثلها الرئيس محمود أبو العباس رئيس الفلسطيني، وكذلك الحماس يمثلها السيد المرحوم الشهيد إسماعيل هنية. كان هناك تفاهما وانسجاما، لكن على ما يبدو اغتيال هنية لربما يتم التأجيل أو التفاهم أو التفاوض مع الجانب أو مع الكيان الصهيوني، الذي كلما تقترب المفاوضات ويكون هناك تفاهما كلما يتم تدميرها أو تخريبها، لأن هناك مشاكل وأزمات داخل. برأيك لماذا يصر نتنياهو على تقويض فرص السلام والتهدئة في المنطقة؟ لماذا يذهب باتجاه التصعيد دائما؟ هذا أنا قلت وأقول، الآن الحكومة الإسرائيلية وإسرائيل الآن ليس كما كانت قبل سنوات، هناك أزمات، يعني حتى أزمات اقتصادية. هذه إسرائيل التي تمتلك الثروة والدعم الأمريكي والأوروبي الآن تواجه أزمة، لأن أولا الحرب على شعبنا في غزة تكلف الخزينة الإسرائيلية مئات المليارات من الدولارات. ثانيا الشعب الإسرائيلي الآن ممتعض جدا من حكومة نتنياهو، وكذلك على ما يبدو تحاول الحكومة الأمريكية الديمقراطيين التغطية على الفشل طيلة الأربع السنوات الماضية، خصوصا وصول ووجود الرئيس الحالي بايدن. تحاول الحكومة الأمريكية والحزب الديمقراطي تغطية الفشل عن طريق الأزمات الخارجية. طيب أستاذ نجم، لماذا اختارت إسرائيل اغتيال إسماعيل هنية في طهران في مقر ودار ضيافة رئاسة الجمهورية بإيران، وهو مكان محصن أمنيا وعسكريا، وفي يوم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بازشكياني وليس في مكان آخر مثلا أو في زمان آخر؟ لماذا برأيك؟ يعني أولا تحدي لإيران، ثانيا إعطاء رسائل لكل الذين يتحدون إسرائيل والذين يقومون بالتحريض أو إطلاق الصواريخ على إسرائيل بأن يكون مصير الآخرين كمصير هنية. وهذه رسالة، يعني حينما يتم
استهداف زعيم عربي أو سياسي أو مقاوم داخل طهران، يعني على طهران وعلى إيران أن لا تدعم الفصائل في المنطقة وفي دول أخرى. يعني هل هي محاولة لتوريط إيران مثلا وجرها إلى حرب ربما تكون غير قادرة على خوضها أمام إسرائيل ودعمها المستمر من قبل أمريكا كما تفضلت وكما نعلم جميعا؟ يعني أنا أعتقد إيران لا تزج نفسها في معركة تخسر أكثر مما خسرت من العقوبات الاقتصادية طيلة السنوات الماضية. والآن إيران، أنا أقول ليس كإيران في السنوات الماضية بسبب العقوبات وبسبب الأزمات وانهيار العملة الإيرانية التومان أمام العملات الأخرى، أنا أعتقد إيران ستقوم بالاستنكار والتهديد، لكن لا تزج نفسها مباشرة بالقتال أو المعارك مع إسرائيل أو مع أمريكا. لكن أستاذ نجم، المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي صرح وقال إن عملية اغتيال إسماعيل هنيه تمت على أراضينا ومن واجبنا أخذ الثأر. يعني ماذا يعني هذا الثأر؟ وأنت قلت قبل قليل إيران لا تريد أن تدخل في حرب شاملة وواسعة أكثر مما هي عليه الآن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها والأمنية كذلك. يعني احتمال أن يكون هناك أخذ ثأر أو استخدام السلاح الصواريخ أو الطائرات المسيرة من جنوب لبنان أو من المدن العراقية أو من اليمن أو من سوريا، من هذه الدول التي إيران هي فيها وجودا ونفوذا وقوة، لربما تستخدم الأطراف أو الفصائل التي هي تنتمي إلى طهران وإلى إيران. لكن بشكل عام الرأي العام العربي وحتى المتابعين لم يقتنعوا بالرد الإيراني في كل مرة هم يصرحون بأنهم سيردون، سواء في مقتل سليماني وبعدها أحداث أخرى جرت أيضا، يعني طائرات مسيرة، ولم يكن الموضوع مقنعا بالنسبة لحجم الرد الذي كان متوقعا من إيران. على ماذا يدل ذلك؟ ولهذا السبب أنا أقول كذلك، بأن إيران لا تدخل مباشرة بالقتال لا مع إسرائيل ولا مع الكيان الصهيوني. إسرائيل والولايات المتحدة لديها تحالفات ولديها استراتيجيات ولديهم قواعد في المنطقة، بالتالي إيران إذا دخلت في حرب مع إسرائيل أو مع أمريكا ستتعرض إلى ضربات وإلى هجمات لربما إلى آلاف الأهداف، وهذا يعني إيران ستخسر جميع ما تم بناءه أو إنشاءه منذ عام 1979 حينما جاءت ثورة السيد الخميني على النظام الشاه، بالتالي لا تزج نفسها لربما تكون هناك ضربات يتم استهداف بعض المناطق أو بعض المدن الإسرائيلية ويكون هذا الرد هو كأنما ردا على ما تعرضت لها طهران.